دكتور أشرف كامل رفعت، استشاري علاج وتجميل وجراحة الفم وزراعة الأسنان، عضو الأكاديمية الأمريكية لزراعة الأسنان، دبلوم الدراسات العليا في حشو الأسنان وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة، مدير معمل أوميجا للأسنان. عنوان العيادة والمعمل 80 شارع الخليفة المأمون، روكسي، مصر الجديدة. تليفون 012-238-818-49 أو 02-225-853-37. وللتواصل عبر فيسبوك CDC-Cosmetic Dental Clinic. احنا دلوقتي في معمل اسنان اوميجا لصناعة الاسنان. نتكلم على تصنيع الاسنان وتجميل الاسنان، ازاي بنصنع الاسنان التجميليه. طبعا حضراتكم سمعتوا يعني كتير عن ازاي ايه الايماكس والزيركون والحالات المتحركه والتركيبات الثابته وزراعه الاسنان، كل الكلام ده احنا بنصنعه هنا في المعمل عندنا. عندنا كذا طريقه لتصنيع تركيبات الاسنان. في الطريقه اليدويه، فني او صانع الاسنان بيصنع السنه طبقه بطبقه بايده، بيحط كل طبقه لوحدها عشان يوصل باللون بتاع السنه للون الطبيعي، ان السنه زي ما احنا كلنا عارفين مش لون واحد ولا طبقه واحده، لا بتبقى اكتر من لون واكتر من طبقه، وبنقدر احنا كل طبقه من دي بنعملها بطريقه معينه في الجهاز معين بدرجه حراره معينه. كل الكلام ده احنا بنقدر نعمله في المعمل عندنا. دي طريقه ودي طريقه اليدوي ليها استعمالاتها واستخداماتها، والطريقه الديجيتال برضو استخداماتها، وعندنا الطريقه الثالثه والحديثه واللي هي احنا بنتميز بيها هنا كمصنعي اسنان معمل اوميجا، ان احنا بنخلط بين الطريقتين، يعني بنعمل الحاله كات كام بالكمبيوتر، وبعد كده بعد ما بتطلع بنقدر نعمل لها الليرنج تكنيك او بنديها الالومينيشن بتاع الالوان، اللي هو تطلع الحاله برايت، تطلع الحاله طبيعيه، بتطلع الحاله فيها ترانسلوسنس بتاعتها. فبنخلط ما بين الكمبيوتر والصناعه الديجيتال مع الصناعه الهاند ميد او اليدوي اللي بتدينا اقصى درجات الطبيعيه.